من ترك الاستماع إلى الغناء قربة لله عز وجل ومخافة من الله، فما هو ثوابه وما هو أجره؟ الرواية ذكرها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، تفسير القمي، عندنا كتاب اسمه تفسير القمي معروف، بالمجلد الثاني، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. الراوي سأله: قلت يا ابن رسول الله إني أريد أن أسألك سؤالا أستحي منه. فقال: سل عما بدا لك، ليش تستحي؟ اسأل. قال: قلت هل في الجنة غناء؟ إذا رحنا الجنة إن شاء الله إحنا كمؤمنين ودخلنا للجنة، أكو أغاني بالجنة لو ماكو؟ هذا السؤال كان في باله، كان مستحي يقوله. فقال الإمام الصادق عليه السلام: نعم، إن في الجنة شجرة يأمر الله رياح الجنة فتهب على تلك الشجرة فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا. يعني أصوات تصدر الدنيا كلها ما سمعت جمال مثل جمال هذا الصوت، الغناء اللي موجود في الجنة من هذه الشجرة. ثم قال الإمام عليه السلام: ذلك عوض لمن ترك سماع الغناء في الدنيا من مخافة الله. يعني مو كل واحد يحصل على هذا الأجر، اللي يستمع للغناء عصيانا لله في الدنيا المفروض ما يحصل على هذا الأجر، لا، ولكن اللي يترك سماع الغناء قربة لله عز وجل مخافة من الله في الدنيا هذا ثوابه وهذا أجره، يستمع إلى غناء الجنة، هذا الغناء الذي لم يسمع الخلائق بمثله حسنا، هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا للغناء في الدنيا من مخافة الله، هذا ثواب اللي يترك إخواني. وإذا هم لا سمح الله واحد يرتكب هالمعصية، باب التوبة مفتوح، يتوب إلى الله ويستغفر، وإن شاء الله إذا استغفر وتاب الله عز وجل يعطيه هذا الثواب، شنو المانع؟ يعطيه هذا الثواب، خلص، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه رجع إلى النقطة الأولى، تائب إلى الله ما قاعد يستمع. إحنا كلامنا عن المعاند المصر الذي يرتكب هذه المعاند.